هي الذكرى الخامسة على رزنامة أيام الوطن المتشابهة المختلفة. هي أيام تغرق في العتمة ساعة يقطرنا الحنين إليك ويحجب نورها ضوء الشمس ساعة نفخر أنك لنا ومنا وباق معنا رغم أنف من ظنوا أنهم قادرون على حبنا لك. هي الذكرى المليون لو كانت لتحسب بدموع من أحبوك. متى سنرتاح من ذاك الألم؟ لم نعتد عليك تؤلمنا، فكيف فعلت ذلك؟ كيف تنحى من كان يسعى لرضا وطني جامع على أدنى التفاصيل؟ كيف تنحى من دون استئذان أو تبرير أو ابتسامة أو وداع أو تحية؟ الموت حق بالنهاية، لكن بعض الرجال يأخذونك إلى احتمالات مستحيلة تشعرك أن حالة اللا موت حالة واردة محتملة. بل إن الموت بعيد عن هؤلاء، لا يعرف الطريق إليهم، لن يتمكن من اصطيادهم، فهم لا يهدؤون ليتمكن من مباغتتهم. بعض الرجال لا قدرة لك على تخيلهم في وضع ساكن أو ثابت أو متعب أو مريض، فهم في حركة دائمة ساعة تستحضرهم، فتراهم إما يمشون بخطى ثابتة واثقة أو يتكلمون بحماسة أو يحلقون على مساحة الكون في لحظة، وكأنهم لا يحتاجون إلى الراحة ولا وقت لديهم لاختبار النوم، كأنهم مخلوقات لا تشبه البشر، أناس يولدون بلمسة إضافية خاصة من الله ويرحلون بجرح لا تطفئه السنون ولا آلاف البطولات القادمة، أناس لا يشبهون أحد، هم كالسحر كالحلم كالطيف، تعشق حياتك لأنك عاصرتهم وتكرهها لأنها ذبحتك حياً يوم اختفوا. 14 شباط 2005، خطف منا نبض الوطن، فكان لكل منا كلمة، لكل منا موقف، لكل منا صرخة، لكل منا وعد بالمتابعة، كلمات اختصرت غضبا حزنا فخرا عنفوانا. اخترنا بعضا منها لنستذكر ونتذكر، بل لنؤكد أنك رفيق الحريري ما زلت نبضنا. كلمات عميقة موجعة مليئة بالحنين، مكللة بكرامة وعزة. بلد بنيته بعينيك ولعيونك، سوف نصونه ونغلب حبك له على غبائنا الطارئ أحيانا، ونستعيد ابتسامتك الهادئة الصادقة لتحمينا من شرنا على الوطن قبل شر غيرنا. قلنا عنك الكثير، وكل يوم نقول بصوت عال أو بصمت مدون ونعيد
وسنظل نقول ونقول ونستذكر، وستظل الكلمات بشهادة من قالها ومن سمعها ومن سيسمعها عاجزة، وتبقى الكلمات عاجزة. ونبدأ مع داوود الصايغ الذي اختصر الكثير بعنوان مؤثر: رفيق الحريري لم يكن عنده من وقت للموت. لم يحن بعد أوان التذكر، ولا أذن التاريخ بفتح صفحاته، فصورة الأخيرة التي علقت بأذهان اللبنانيين هي ذلك النعش النابض بالحياة يخترق شوارع العاصمة وسط الصراخ. لم يكن عند رفيق الحريري من وقت للموت، هكذا كان الناس يعتقدون، فهو حررهم من كل أنواع الركام، ولذا فإنهم لحقوا بالنعش كما لو أن صاحب الوعد قد أخل بوعده. كانوا جميعا هناك، الذين أحبوه والذين وثقوا به، والذين عرضوه والذين نسبوا إليه الأسوأ، والذين لم يعرفوه. جاءوا من المدن والجبال والسهول والقرى، جاء الفقراء والأغنياء والودعاء والقادرون والمنسيون. أحب ليس أن يلقوا النظرة الأخيرة كما يقال في مناسبات الوداع الأخير، بل إنهم كانوا كمثل من يخرج إلى الطريق العام عند حدوث الكوارث الطبيعية. فقد كانت السنوات التي عرفوها معه إلى ذهاب، لأن الحقيقة التي غالباً ما تكون في قلوب الناس البسطاء كانت هناك. رفيق الحريري كان هناك مرفوعاً على أكف الذين راودتهم الآمال والأحلام والتطلعات والصعاب في السنوات 12 ونيف من رفقته معهم. 12 هو في الأساطير وفي المعتقدات وفي حساب الزمان والسنوات رقم قدري، فكل ما أحاط برفيق الحريري لعله كان من فعل القدر. مسيرته كلها كان فيها تلك اللمسة التي تميز شخصاً عن شخص وحياة عن حياة. مر في سنواته تلك رافعاً حوله الرياح وصخب البنائين المستعجلين أبداً من أمرهم، لأنه كان يحمل في نفسه أسراراً كشفت عن بعضها سنوات العمل والبناء. فرفيق الحريري عندما اجتاز 40 من عمره كان قد حقق لنفسه كل ما يمكن لرجل أن يحققه لنفسه، أي ذلك النجاح الشخصي الخارق وتلك الحياة العائلية الخاصة التي تدفع كل شخص للاكتفاء. لكن قصته الحقيقية تبدأ هنا بالذات. بعدما حقق ما يريد لنفسه وهو بعد في سن الشباب، أخذ يتطلع صوب بلده برحابة الأفاق التي لا تحد، بتجربة الناجح الذي أراد أن ينقل النجاح إلى بلده. هل كان لرجل من هذا النوع أن يموت في فراشه مثل الآخرين ضحية المرض والضجر؟ لم يكن لديه من وقت لذلك، ولذا فإن موته كان مثل حياته تحريكاً للضمائر، وبخاصة لضمائر الذين لم يعرفوا، للذين غرروا، للذين قالوا لهم خلاف ما فعل وما قال، وللذين لم يعرفوه قبل استشهاده. واليوم وطيب التراب يدل على مرقده في ظاهرة لم يعرفها لبنان في كل تاريخه الحديث. يبقى رفيق الحريري في الضمائر التي حركها، وهي الرد الوحيد على هول ما فعل.
وتبقى الكلمات عاجزة. اصبر على حقد الحقود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. هكذا بدأ باسم السبع مقالته المليئة بالوجع والغضب. يقول: أبا بهاء، ليتك تدلنا على القاتل الذي خيرك يوما بين الرحيل عن الوطن أو السجن في الوطن أو الموت، ولن أنسى أنك شكرته لأنه أعطاك خيار الموت. لقد قتلوا رفيق الحريري، فجروا رفيق الحريري، اغتالوا رفيق الحريري، أحرقوا رفيق الحريري، نسفوا رفيق الحريري، طعنوا رفيق الحريري، استشهدوا رفيق الحريري. اقتلعوك من لبنان، من المقاعد التي كبرت بك وكنت فيها كبيرا من كبار لبنان. اقتلعوك ولم يقتلوك، ونجحوا هذه المرة بعد طول شقاء في إبعادك عن حبيبتك بيروت. نجحوا في كسر الحلقة التي استعصت طويلا طويلا على الكسر، وتراهم الآن يضحكون في سرهم ويوزعون الابتسامات فيما بينهم، وينظرون في عيون بعضهم وقد اغرورقت بالدم. ذات يوم سيبكون عليك دما ويعضون أصابع أقدامهم ندما. ذات يوم ستعلن أسماء الجنات، وسنقف هنا إذا أبقون على قيد الحياة لنشهر اللعنة في وجوههم تماما كما نشهر الغيظ هذه الساعة في الوجوه التي يلعنها شعب لبنان. ونحن نتحدث إليك من هنا، هناك آلاف اللبنانيين الذين يجتمعون في قلب بيروت وسائر المناطق يلقون عليك التحية، يهدونك سلام لبنان ووحدة لبنان وسيادة لبنان واستقلال لبنان وحرية لبنان. لوح إليهم بيدك من بعيد، سيردون السلام لعيونك، وأخبرهم أنك وفي هذه اللحظة بالذات تمسك بيد ابنك حسام وتقف على رأس مسيرة من 100,000 شهيد لبناني لتعلن قيامة لبنان في الدنيا وفي الآخرة. أبا بهاء، ليتك تستطيع أن تدلي بشهادتك في الجريمة، أنت أعلم بها منا جميعا. حبذا لو يكرمنا رب العالمين برسالة منك، بكلمة منك، بإشارة أو بمعلومة تكشف النقاب عن تلك الوجوه السوداء والأيدي الآثمة. نعلم أنها أمنية مستحيلة، ولكننا نعلم أيضا أن الخوف عليك يقض مضاجعنا منذ فترة غير قصيرة، ونحن لا ننسى المرحلة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في لبنان عام 98، ولا ننسى تلك الرسالة التي خيرتك بين أمر من ثلاثة: الرحيل عن لبنان، أو السجن في لبنان، أو الموت. وقد عقبت في حينه ضاحكا: في كل الأحوال الخيارات مفتوحة، وسأشكرهم لأنهم أعطوني خيار الموت. مع كل مغيب شمس أدرك أكثر أنه لم يكن هناك حل آخر معك. رفيق الحريري، حيرت أعداءك، رجل لا يخرق أنت، لا يساق، لا يؤمر، لا تغريه المناصب والحصص، لا يعرف الكره لأحد. عدو الطائفية الأول أنت في بلد أحرقته الطائفية أكثر من مرة. يداك نظيفتان، فلا ثأر يخيفك ولا ماض بحق آخرين من أبناء الوطن بل من أبناء الدنيا يلوثك. حالة نادرة أنت، حيرت أعداءك، رجل يحلم، رجل قتله حلمه، قتله إيمانه بوطن المستحيلات.
ألا يكفي كل ذلك كي لا يكون هناك حل آخر معك؟ وتبقى الكلمات عاجزة. العلامة السيد هاني فحص كان له عدة كلمات وقتها، قال إنهم قتلوا رمز الاعتدال، ولكن المرموز أكثر من شخص، إنه نهج آت إلينا ليضع حد للباطل والجهل والبشاعة. رفيق الحريري يتيم، واليتيم في لغتنا يعني الفرادة، يعني التميز، يعني الإبداع، يعني الجمال. وأجمل ما في اليتيم الفريد أنه يحول فرادته إلى حالة، يذهب إلى الأيتام من فاقدي الكفيل إلى المتفردين في مواهبهم، يحفظ كرامة هذا ويفتح أفاق العلم والمعرفة لذاك. مئات الآلاف من الأيتام المكفولين وعشرات الآلاف من الأيتام الذين يبدعون علما وعملا في كنف الحريري، إنه جيش من الأيتام. وما أوسع احتمالات المغفرة لكافل اليتيم قرين الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، والذي تساعده الملائكة معجبة به عندما تفرش أجنحتها لطالب العلم. وداعا يا أكثرنا يتما وأكثرنا أيتاما، يا صاحبي إني حزين، طلع الصباح فما ابتسمت ولم ينر وجهي الصباح. قضيت نصف ساعة في منزل الحريري معزيا. عجيب أمر هذا الصمت الوقور، جميلة هذه العائلة التي تحزن بشفافية فتزيدك حزنا، وتتسع العائلة لتكون وطنا وأمة. عجيب هذا الجيش من المحبين للحريري والأحباب، كأن رفيق الحريري قد ذهب إلى قيلولة بعد يوم عمل شاق من أجل الوطن والمواطن، واستغرق في نومه بسبب السهر والتعب، وهم ينتظرونه ريثما يعود ليتابع وداع محبيه. وقد روي عنه أنه في أيامه الأخيرة كان مفعما بحيوية وفرح، كأنه يودع. يا أبا بهاء، الموت بين الأهل نعاس، كفاك نعاسا، كفانا موتا، نحن بانتظارك لإكمال السهرة. أنا ولا مرة سهرت معه، رأيته عاما ولكني رأيته دواما. وتبقى الكلمات عاجزة. فيصل سلمان وبعد أسبوع من الكارثة رأى أن بيروت ترنو إلى حفرتين، واحدة حيث ترتاح أنت يا رفيق الوطن، والأخرى التي بقيت مشدوهة ولم تقدر أن تقفل فاها. فماذا تقول إذا نطقت؟ أليس الله بقادر على أن ينطق التراب؟ إلى وداع من توقيع فيصل سلمان. كان بإمكان التقاط ضحكته التي تركها قربي في ذلك المقهى قبل الرحيل، ولكني شغلت عنها بوداعه فضاعت وضعت وضاع. ثم عدنا والتقينا، كان ممددا هناك كوطن وكان غاضبا، فما التفت صوبي ولا ابتسم. عرفت إذن مات الحلم، تلاشى الأمل وتطاير كحبات التراب التي أحبها ولعبها حتى كبرت وصارت مدينة. فلما اشتد ساعدها رموها في وجهه نارا ودمارا، هوى من أعلى فتناثر حناجرة تنفث غضبا ونحيبا يشبه التجويد، فإذا هدأ صار ترتيلا، وإذا صمت صار اتهاماً،
يشبه القاتل الذي يكاد أن يقول خذوني. والمدينة ترن الآن لحفرتين، تغفو الحفرة الأولى قرب الجسد الذي كالطود العظيم تحتضنه كشرنقة سوف تتحول إلى فراشة تهيم فوق ساحة الأمل المرتجع، والحفرة الثانية لم تزل مشدوها حتى هي لا تستطيع أن تقفل فاها. فماذا قد تقول إذا نطقت؟ أليس الله بقادر على أن ينطق التراب؟ وكمثل العمر الممتد حتى ما بعد يوم القيامة سيبقى رنين الضحكة التائهة يجوب شوارع العاصمة التي أحبها وأحبت. وكمثل الزهر المتناثر فوق الضريح ستبقى ذكراه رحيقا يشبه المستحيل المتفتح كبراعم الغضب الذي يفيض كسيل من أساطير لا تموت. أعرف أنك تسمعني، أحبك كما المولود يدرك لمسة أمه، وكما النملة تعشق طريقها إلى الجحر. وأعرف أن الذي مات كان رجلاً، والرجال بين من بقوا قليل. وتبقى الكلمات عاجزة. يقول إحسان شرارة رفيق الحريري: اختصر أعماراً في عمره، اختصر رجالاً وربما أجيالاً في شخصه. أصبح المكان ضيقاً عليه وعلى تطلعاته، وبات الزمان محشوراً أمام طموحاته. بالله عليك تمهل قليلاً، فما عودتنا أن تبارحنا وتتركنا مذهولين وقد أضعنا الطريق، فنحن ما زلنا أفواجاً تتوالى بحاجة إلى رعايتك، وقد فتحت لها الأبواب الموصدة وشرعت أمامها النوافذ المطلة على واسع الآفاق وواعد العطاءات وزاهيات الأماني. أتعلم أنك أنت وحدك الذي جعلتها تشعر بمعنى حياتها؟ فلونت أمالها وعلمتها أن من حقك أن تحلم وتطمح ولا تبقى أسيرة الماضي والحرمان. أنت وحدك الذي نور دنياها وأغنى عقولها وأعلى مواقعها ورفع شأنها وتعهد تثقيفها ونشر مواكبها بعشرات الآلاف على مختلف حقول المعرفة في أشهر الجامعات. أنت وحدك الذي أخذ هذه المواكب، أخذتهم بيدك ورعيتهم وحلمت أن تحقق أحلامك فيهم وتوصلهم إلى حيث يطمحون، وكنت أكثر سعادة وفرحاً كلما راح عددهم يزداد ونجاحاتهم تتحقق. يا صاحب القلب الكبير، أيها الواهب دون منة، والمغيث بلا تبجح، والمساعد بلا مقابل، يا دفقة الخير على النفوس المتعبة، بالله عليك ألقي نظرة على هذه الأفواج التي تتالت عبر سنوات عطائك وعلى المواكب المتلاحقة باستمرار، وتأكد أنك بك ومعك طرحت وراءها الحاجة والعوز، وراحت تقرع أبواب المجد وتحلم كما أردت لها بمستقبل زاهر وغد واعد. صدقني أنك اختصرت أعماراً في عمرك ورجالاً وربما أجيالاً في شخصك، وأنت رغم نجاحاتك أتعبت جسدك وأرهقت قلبك ولم تعرف الراحة أو تجد وقتاً للفراغ، وقد اتسع قلبك ووسع كل الناس وصار بحراً يموج بالمحبة والرفق، وامتدت يداك وكبرتا لتضما بحنان كل من عرفتهم وعرفوا. أربعة عشر شباط ما زال عيد الحب، بل أصبح يوم الحب الأول والأبقى والأهم، حب الوطن حتى الشهادة. من يومها وأنا ككل لبناني أحتفل باحتضاني بفخر الحب الذي لم تشفى منه، حبك لهذا الوطن وإيمانك به حتى اللحظة الأخيرة. قالوا عنك الكثير،
وطن في رجل، أمل لبنان وشهيده، حارس البلد الأبي والأكثر تضحية، فارس العالم العربي، رجل العالم اللبناني. لست بحاجة إلى أن يقول أكثر من اسمك، فهو أكثر من كاف، من دون أن يسبقه لقب أو يلحقه آخر، فهو وحده يختصر صفات البطولة والوطنية والتميز والشهادة. فلندع الألقاب لمن يحتاجونها كي نلاحظهم، أما أنت فأكبر من أن نستوعب أنك كنت لنا وبيننا. المهم أنني اليوم 14 شباط أحتفل بفخر، فهكذا يكون الاحتفال بالأبطال، وجاهزة ككل لبناني كما أوصيتني لكل ما يحتاجه حبيبي الأول والأخير، الأهم والأبقى، لبنان. فمن أغلى من لبنان؟ ومن أغلى من رفيق الحريري فداء للبنان؟